أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: رجل صلى مأموما وراء الإمام وبعد أن حضر الركعة الأخيرة فقط، وعندما سلم الإمام قام المأموم ليكمل صلاته من الركعات التي فاتته، وفي أثناء قيامه للركعة الثانية دخلت جماعة المسجد ووقفوا من وراء ذلك المصلي واتخذوه لهم إماما وصلوا من خلفه مع أنه كان مأموما من قبل، فهل صلاتهم صحيحة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. صلاتهم صحيحة إذا كان شعر بهم أنهم خلفه وصلى على أنه إمام بهم صحت صلاتهم، ولكن الأولى أنهم يصلون جماعة بأنفسهم ويتركون هذا الذي يقضي ما فاته من الصلاة، وهو الأفضل له أن ينوي ما هو فيه نافلة، أن ينوي ما هو فيه نافلة ويكملها ويدخل معهم. هذا إذا كان أدرك مع الإمام الأول أقل من ركعة. أما إذا كان أدرك مع الإمام الأول ركعة فأكثر، فإنه أدرك الجماعة فيستمر ويكمل صلاته، وهم يصلون جماعة في أنفسهم.